السلام عليكم يا جدعان، عاملين ايه؟ النهارده برسل رسالة الاخيره. انت بترسل ولا بتطور ولا ايه؟ اكتب في الشات. اخر دي رساله مني ليكم، اني اخر مره حلعب ودي اخر فيديو لي، واتمنى بتسامحوني. ولي ذكريات كثيره على دي اللعبه الجميله اللي لعبتها من 3 سنين، يعني في صحابة أعرفهم، في البرنس، وفي حدا ما بتعرفوهم خالص، وفي آية، وفي ليلس، وكمان في حمزة وسليمان. بتمنى حدا، أي حدا يسامحني في من دي اللعبة، وبحبكم كتير. وأنا عايز أسيب اللعبة بسبب في أسباب كتيرة، وأول سبب زهقت من اللعبة دي، وفي مشاكل من دي اللعبة، وكمان مطور اللعبة أكثر شيء زهقني من مطور اللعبة إنه ما بيطور اللعبة، يعني ما في حاجات جديدة، وزهقت من اللعبة كتير، وكمان مشاكل، وأنا زهقت من كل حاجة كمان، يعني مش بس من اللعبة دي. اللعبة وقعت راسي، وكمان خلت عيني لازم أحتاج عملية لعيني بسبب استهرت كتير علشان دي اللعبة، صرت كل حاجات بسبب دي اللعبة. أي حدا يسامحني، بتمنى يعني محدش يكرهني ويجيب سيرتي من ورا. انا والكاسر كمان بيشتم، وهو بيدعم الاسرائيليين للاسف، وبيشتم العالم وبيشتمني، وصار بيشتمني من غير سبب، مش عارف ليه، عشان كده بشتمه انا، وبيتهجم علي من غير سبب، وقال شتمني او في حساب غيره. المهم بيشتمني، وبس بيشتم العراق ويشتم مصر. انا زهقت من كل دي اللعبه بسبب الكاسر كمان، وزهقت كتير مشاكل، وللاسف لازم اسيب اللعبه. حتى حمزه كوكو هلا دعتني في دي اللحظه على فكره، ربنا يسامحك يا كوكو. المهم وبتمنى اي حدا بيسامحني، اللي بيكرهني واللي بيحبني، واتمنى ايرن كمان صاحبنا يسامحني على فكره، على اي حدا. انا برسل دي اخر رساله، وانا عايز اسيب هاللعبه شوي شوي، واسيبها قريب هسيبها، ومش متاكد اذا هرجع لها او مش هرجع لها، ومش متاكد اذا بمحيها او مش همحيها. وكمان مش تنتظروني خالص، ممكن هتسيبها للأبد. أنا قلت خالد هسيبها للأبد، يعني للأبد. أنا عايز أسيبها وبرتاح من دي اللعبة عشان زهقت بجد. وهلا نبلش في أيوة افتح الروم، هلا نبلش ونبتدي في لعبتي الأخيرة، وبتمنى تسامحوني. يلا نبلش في اللعبة. استمتعت كتير من دي اللعبة بجد، دي لعبتي مفضلة، مفضلة كتير. وتحية لديزل كمان، وريان كمان، وصالح ويوسف صاحبنا، والله بحبهم دول، حتى ليلس، آيا، ومارو، وقاد، كلهم، حتى الأسطورة. للأسف دول كمان بس ما بيستاهلوش، عاد الكاسر عشان بيدعم الإسرائيليين ما بحبوش، دول للأسف لازم بحبهم. بس كاسر مش هحبه، بيدعم الإسرائيل. كيتي نوكا كمان بحبهم، كاسر مش قادر احبه عشان بيدعم. السلام عليكم يا صديقي، تنشر على اليوتيوب. اي حدا بيدعم الإسرائيل مش قادر احبه. وبتمنى اليوم بلاقي حمزة وسليمان وبلعب معاهم، بتمنى، عشان اليوم لازم اخر يوم بلعب، اخر يوم. انت لسه زكي خالد. يلا نبتدي. اصيل غدارة جل ملكة.
بعد. مجنون خالد يا خالد اسمع، تلقى ولد بسمعك، تلقى ولد سمعك التوكيك خليه بها، خليه تكتكها نرد منه ده. شايني ليه ما عندك دم بك؟ من عنده دم؟ من عنده دم؟ والله تهربوا ليه 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 كده؟ ما بيصير مكتبين نزل الوقت ولا ايه؟ دي جنان، جنان مين فيه؟ لازم ديما هنروح غرفة التحكم، غرفة التحكم بتمنى الراجل بيتعطل، بتمنى لما نضربه كنا كان بيتعطل والله. فانا ريح منه، انا بقول لك تطور اللعبه ما بتطوروش خالص، يعني هذا نسيب اللعبه ايوه كده. هنا انا هنصل كده بنتفرج يا حماره، كده بنتفرج لكن اتمنى ما خالد. يلا نروح على الخاص عشان نصل الى كمية الفيديو، ايش رايك؟ لا مش هقدر، تعال في خاص احسن. هنا لازم بودع الحبايب وبودع كل حدا، وكمان اودع دي اللعبة الجميلة الى الابد، ما تنتظرونيش خالص ابدا. قابلت وجوه وناس طريفة جدا واستمتعت معهم، وجميلة مع كمان وجوه جميلة كمان، بحبكم قوي. انا نوصل لختامية الموسم، اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وسبسكرايب، وما تزعلوش خالص مني عشان الشتايم دي، واستمتعنا في بقات في اللعبة، وانا تايم كمان استمتع من صاحبي ريان، وبتنسى بتمنى كمان يرجع بس على فاضي ما رجعش، وهلا انا مش هرجع تاني، وبحس كمان مسؤوليات خارج اللعبة، فلازم اسيب اللعبة نهائيا، يعني صار عندي 21 سنة قدروا وضعي. وهنا نوصل ختامية اللعبة وسلام خلاص.